يمكن كنت الأسبوع الماضي بالإمارات وانتشرت صورة لك مع الرئيس سعد الحريري، بدنا نعرف شو اللي خبرك إياه. هل هناك شيء يطمئن؟ هل هناك عودة قريبة؟ لأن صلنا شهرين بنسمع أنه الرئيس الحريري رح يرجع ولكن بعد ما رجع، شو بتقدري تخبر الناس وتحديدا جمهور تيار المستقبل وكل الناس كمان، حتى الأحزاب الثانية عندها حشرية تعرف شو قرار الرئيس الحريري، شو خبرك؟ أول شيء طبعا يعني أنا دائما نحن منزور الرئيس الحريري، يعني كون أمر طبيعي نحن نواب الكتلة يعني منشوف الرئيس، ودائما صح الرئيس اليوم موجود بالخارج ولكن هو يتعاطى السياسة وبتواصل دائم مع جمهوره ومع تياره ومع كل المكونات السياسية يعني. ولكن بقدر أقول لك حقيقة رواند يعني الرئيس الحريري ما عاد عنده ثقة من أداء الطبقة السياسية، وما عاد عنده أمل، يعني خصومه أخذين البلد للخراب، حلفائه همهم المقاعد والكرسي والوزارة والنيابة، يعني يمكن قعدته بالخارج خلته يرجع يعمل مراجعة شاملة لكل المرحلة السابقة يمكن من 2005 ل 2022، وشي كتير منيح يمكن لأنه أمرار الواحد وقت الشدة هيك بيقدر يعرف مين اللي منيح معه ومين ممنيح. وطبعا الرئيس الحريري بعتقد انه يعني بصراحة هو عم بفكر يعني جديا بعدم يعني بالعزوف عن ترشح للانتخابات النيابية، ولكن بعد ما اخذ قراره النهائي. ولكن عزوفه الشخصي، ولكن تيار المستقبل سيشارك بلوائح. نحن حاليا سنشارك بالانتخابات، نحن جاهزين، ولكن برجع بقول لك انه هذا كله مرتبط بيرجع بقرار الرئيس الحريري، وهو ان شاء الله قريبا حيكون موجود بلبنان وبين جمهوره، رح يصارح كل جمهوره وتياره والناس عن موقفه من الانتخابات وللمرحلة المقبلة. وفي كتير ناس لأنه اليوم يعني راكدين وراء هذا الموضوع، لأنه بعتبر غالبية اليوم مجلس النيابي يتأثر بالصوت السني، وهنالك الكثير من يعني الكتل السياسية اللي نوابة أو بعض نوابة وصلوا بأصوات يعني جمهور تيار المستقبل، وهن طبعا بحاجة لهم. طيب بقرار العزوف الشخصي للرئيس سعد الحريري، يعني بنسمع كوادر التيار الوطني الحر بيقولوا أنه أنهينا تيار المستقبل، هل بيكون بهيدا القرار اللي أخذه الرئيس الحريري عم بيأكد كلام التيار الوطني الحر بانتهاء تيار المستقبل؟ لا، بقدر أقول لك أنه كل من يعني من يرغب بتحقيق يعني انتهاء الحريرية السياسية أو الرئيس سعد الحريري أو تيار المستقبل، وكل من يعني يروج لهذه الفكرة بعتبر أنه هي يعني أحلام مستحيلة بالنسبة لهم. فطبعا تيار المستقبل باقي والحريرية باقية والرئيس سعد الحريري باقي. راجع قريبا؟ أكيد. أي عن أكيد إن شاء الله أي راجع قريبا. طيب شو الخطوات اللي رح يعملها؟ هل عم تقولي حضرتك رح يصارح جمهوره واللبنانيين، هل هو عبر يمكن جولات انتخابية رح يقوم فيها، أو خطاب رح يتوجه بخطاب لجمهور تيار المستقبل؟ بعد يعني أنا ما عندي هذه المعطيات، بعتقد هو عم بيحضر استراتيجية معينة، وبس يوصل هو أكيد حيخبرنا إياها ويخبرها للجمهور، يعني كمان هو عم بيفاجئنا فيها مش بس لعيلة، بيفاجئ فيها نحن وجمهوره. لا، لما يحين الوقت طبعا هو حيعلن عن كل شيء بيكون مناسب له بهذا الخصوص وكل شيء ما يتعلق بالتيار.